Isidro, boa tarde. بين رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جوان لورينسو رئيس دولة أنغولا. حيث سيتم توقيع بروتوكولات تفاهم بين جمهورية مصر العربية وأنغولا. وخاصة بين وزارتي الموارد المائية والطاقة رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الأنغولي سيشهدان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وكذلك هناك بروتوكولات في مجال التبادل المعلومات والتعاون الأمني. تمام. وتبادل وزير الخارجية المصري مع نظيره الأنغولي التحية والبروتوكولات التفاهم. نعم فورمال vamos abrir com qual? Como está dando um da jeito, mano. الاحتفاء بتوقيع بروتوكولات التفاهم.
Solano وديانج. Então, para malta, ou vão continuar? Não, acho que vão continuar, ou vão fechar. Sanwasal. Já estão a assinar os acordos, né? Sanwasal al fa'aliyat. وتوقيع بروتوكولات التفاهم. أنغولا ومصر يعززان التعاون في مجال الموارد المائية والطاقة النظيفة والكهرباء. التفاهم واتفاقات التعاون في مجال الموارد المائية والطاقة النظيفة.